يقول: هناك بعض الناس ممن يتساهل في الرشوة ويقول إن بعض العلماء قد أفتى بجواز دفعها إذا لم تأخذ حق أخيك، أو كنت إنما تدافع عن نفسك ولم تظلم أحدا. يقول: ما الضابط في مثل هذا؟ هم يتلمسون اللي يصلح لهم من الفتاوى، يتلمسون اللي يصلح لهم من الفتاوى. أقول: الرشوة ما تجوز لعموم الحديث: لعن الله الراشية والمرتشية. من اللي بيخصص هالحديث ويقول يخرج منه كذا ويخرج منه؟ ما له مخصص. الحديث لا يخصص إلا بمخصص، ما يخصص بقول عالم أو مجتهد. نعم.